السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة إيمان، أطمع بس إن حضرتك توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون. مين؟ أنا دلوقتي معايا مشاكل مع جوزي، إن أنا هو يعني إيه، هو طيب وكويس وكل حاجة، بس يعني هو إيه مظلوم دلوقتي، مش بيسامح حماية. قعدنا في شقة عالية يعني بدور 11 ومفيش أسانسير، وأنا معايا أطفال صغيرة، فمشاكلي على طول معايا وسايبة البيت بسبب كده. يعني وانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه، ارضى بالوضع وبعت العيال في الطلوع والنزول، ولا اعمل ايه، مش عارفه. وعلى طول متخانق زي ما هو. هو ليه والده هو المتحكم في السكن؟ ليه هو اللي بيدفع اجرته؟ هو بياله على اساس ان هو ما يقعدش في ايجار وكده. يعني هو اللي مأجر لكم يعني؟ لا مش مأجرنا، يا ملك بس يا مرة يعني ايه، كل المال اتباع وهو مشي. طيب واحنا دلوقتي انا تعبانة، انا وعيالي معايا 3 اطفال طالعين نازلين، فشكلي وطيب كويس وكل حاجه، بس انا تعبت من الطلوع والنزول. انا عيالي كل مشاكلي ان انا سايبه له البيت بسبب السلم. يقول لي انت محمله زي فوق طاقتي، طب بيعها مش راضي. طب انا مش عارفه اعمل ايه. طيب اقبل بالامر الواقع وافضل قاعده وعيالي تعبوا وانا تعبت، انا برضو جسمي مليان شويه ومش قادره، وكل مشاكلي بسبب كده. فانا مش عارفه اعمل ايه، ارد واصبر معاه ولا سيب واسيب البيت واسيب الحياة، مش عارف. هجاوب على حضرتك استاذه ايمان. بصوا يا جماعه، احنا لازم نفهم ان السكن جزء من الاحتياجات الاساسيه للانسان، فما ينفعش يبقى السكن مؤذي للصحه، ولا ينفع ان السكن يكون سكن غير موافق لحياه الانسان ولا لصحته. فسكن في الدور ال11 مع حد وزنه زياده، مع ان هو يبقى مفيش كمان اسانسير، ده صعب جدا. فانا نصيحتي حاجه لطيفه خالص. اول حاجه، انا غير موافق ان انت تسيبي البيت ولا تطلعي ولا اي حاجه يا ست ايمان. انت عليكي ان انت تاخدي وعد من زوج حضرتك ان هو في اقرب فرصه ياجركم شقه. ايه اللي حاصل؟ تأجروا الشقة اللي في الدور ال11 دي وتروحوا تأجروا شقة بدلها، لكن انت لا تتطلقي ولا تسيبي البيت، ولكن اتفقي معاه. وانا بقول له اتقي الله في أهل بيتك، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانت اللي انت هتأجر بيه عشان تحفظ أهل بيتك أفضل بكتير من أي حاجة تصرفها تاني. فعشان كده اعمل اللي يريح أهل بيتك، وكل ما تفعله ستجد بركة وفتحا وتوفيقا وسعة في الرزق. فعلى طول اعمل كده، وإن شاء الله ربنا يبارك لك، وإن شاء الله ربنا يعينك.